مرحبا اليوم بدي أكبسلكم زيتون أسود أخيرا جبت زيتون أسود وبدنا نكبس مع بعض الزيتون الأسود أنا بدي أحكي لكم بالنسبة للزيتون الأسود بكبسه بطريقتين طريقة أول إشي بالكيس والطريقة التانية بالمي وأنا آخر يمكن تلات أربع سنوات بس كنت أكبسه بالمي والملح مثل الزيتون الأخضر بس بدون ليمون ولا فلفل ولا اشي بس بتكبسي بالمي والملح وبتكبي ميته زي ما فرجيتكم وبتتخلصي منها وبتعملي المحلول اللي هو الخل والمي وكاسه مي مع معلقه ملح كبيره خشن ملح بحري طبعا للكبيس وكاسه زيت هذا هو اللي انا بعمله لما يستوي لما يبطل مر يعني نكب المرارة عنه وهيك بكون شكله هاي هات شايفين الخل والمي بكونوا تحت وهي الزيت على الوجه هذا مكبوس بالمي والملح شايفين بكون بالقناني او بالمرتبنات بكب ميته هاي هذا لون هذا زيتون احمر حتى مش اسود بكبها هاي زي ما فرجيتكم بفيديو الزيتون الاخضر كبيت ميته بالمصفاي غسلته ما اذا ما بدكم تغسلوه اصلا بكون رايح المرار بتكبوا ميته بتغسلوه وبتحطوه بالمحلول الملحي اللي انا فرجيتكم اياه خل مي وملح وزيت بتحطوا شطه بتحطوا فلفل بتحطوا ليمون اي اشي بشوفوا انا ما حاطه اشي بحبه انا بطعمته هاي يعني هاي بسموها اللي بالمي على الطريقه الاسبانيه وفي وفي شغله بدي احكي لكم اياها انا بالنسبه لي ما بفتحه في ناس مثلا بي بيشبوه بالسكين في ناس هيك بشقوه بالسكين خصوصا الكبير هيك يعني ثلاث شرطات او شرطة او تنخيز حتى بخلي اسنان ممكن تنخزيه وفي اشخاص بيعملوا فيه هيك انا اذا مستعجلة بعمل فيه هيك وانت سهرانة عند التلفزيون تفتحيه هيك للحبة انا ما بحب افتحها بتضل عندي الحبة صحيحة وحلوة هلا بدي اشرح لكم بالضبط عشان ما تتوهوا بدي احل لكم احجية الزيتون الاسود، طبعا الزيتون الاسود خليني ازيحه شوي لهناك، الزيتون الاسود بنكبس ب شو بدي احكي لكم؟ طرق كتيره، اذا مش عشرة، اذا مش اكتر ما بعرف، المهم الزيتون الاسود بنكبس بالكلس، في ناس بحطوا كربونه، في ناس بحطوا شبه، في ناس بحطوا آه، آه، بحطوا ميه سخنه، في ناس بضلوا يغيروا الميه 40 يوم آه في ناس بحطوه بالكيس آه بملحوه في آه في اهل المغرب شفت ناس بيعملوا آه فيه بشق يعني بسطحوه بالسكين وبحطوا آه هاي هيك جاهزة وبحطوا عليه ملح وبتركوه لبين ما تنزل ميته وبيكبسوه في ميته مش مية زي هلا انا ما زي انا ما بعمل بكبسوه بميته لما بدهم بكبوا المية هاي وبيرجعوا بيحطوا عليه مي سخنه وبيعملوا الخطوات الثانيه اللي هي بالزيت والملح والخل هلا هي انا بدي اكبسه بالمي عشان تشوفوه زي ما انا كابسه هاد تبع السنه الماضيه وفي ناس على فكره بسألوني انه كيف الزيتون بصير زيتون اسود يعني انا استغربت السؤال هذا في على اليوتيوب حدا سالني كيف الزيتون بصير اسود الزيتون اول اشي بصير بيكون اخضر بعدين بصير احمر بس يستوي ويعبي زيت بصير اسود هيك الزيتون الاسود هي جاوبت على السؤال عشان الكل يعرف طبعا هاي المي طبعا على فوشة البيضة المي مغلية والفوشة البيضة زي بالضبط شايفين زي القطعة المعدنية على الوجه آه بكبس فيه الزيتون بضل الزيتون من السنة للسنة يابس وحتى لما انت ما تمعسيه وتف... وت... وتعملي فيه فتحات هيو. هيك خلصنا هاي هاي أول طريقة لكبس الزيتون وأسهل طريقة وأنا كتير برتاح لما أكون مشغولة عندي إجاني ضيوف حدا من السفر اضطريت وكان عندي الزيتون بكبسه هيك وبشيله عن وجهي بس عن جد عن جد الطريقة التانية اللي هي طريقة الكبس بالكيس أو كيس قماش او اللي هو بسموه العطون يعني شو معنى عطون لما بحثت على كلمة عطون طلعت معناها المتجعد ليش بتجعد لانه احنا بنحط عليه ملح نسحب ميته بالتمليح شايفين حتى هداك ميته بنسحبها بالملح بس في مي هنا ما في مي هون بالملح والكبس ركزوا معي عشان انا اشرح لكم احجية الزيتون الاسود بتركيز كتير عالي طبعا الزيتون انا غسلته هذا مبين انه مغسول تغسله في غبره كتير على الشجر في غبره كتير الواحد لازم ينظفه بتكون عالقه فيه الشوائب بتعرفوا انا امتى جبت الزيتون؟ انا جبت الزيتون ب 2 11 وتركته عندي بالبيت هذا هلا بفرجيكم كبست شوي وتركت شوي هذه تركت يعني اشتغلت بالثلث وتركت ثلثين جبت خمس كيلو زيتون هدول تقريبا شو يمكن يكونوا ثلاثة كيلو اثنين كيلو زيتون هلا انا شو بدي احكي لكم بالنسبه للكيلو انا بحط تقريبا نص كاسه ملح نص الكاسه هي عباره عن تقريبا معلقتين او ثلاثه اذا افترضنا هدول 3 كيلو وحتى يعني انا ما بدي احدد هاي واحد هاي اثنين هاي لكيلو مثلا وهي لكيلو وهي لكيلو هاي صاروا ستة وهي من عندي حبة البركة كمان ها ما رح ما رح يصير مالح هذا ايش بنعمل فيه هلا انا رح اضلني احرك فيه احرك فيه وحتى الملح اللي بنزل تحت المصفاي برجع بطوله برجعه عليه بضلني احركه احركه لبين ما يتغلغل فيه الملح هيك وانا بربطه وبحط فوقيه ثقل زي مكدوس البتنجان بس طبعا هذا ما ب... ما بده زي مكدوس البتنجان ايش اليوم بالشهر يا جماعة انا ما بتعرفوا اني انا ما انتبهت للتاريخ اليوم يعني يمكن له اسبوعين له آه... اسبوعين بال... بالملح ومكبوس هذا اللي هلا راح افرجيكم اياه. طبعا تحتيه مصفاي مش عارفه اشيله. هذا كيس بصل غسلته بقى بضبه للاستعمال لهيك شغلات. هي شايف بلش ينقط طبعا لانه هو اصلا كمان مغسول وهلا تعرض لملوحه صارت تسحب منه السوائل. بتحطي مصفاي كتير بعيده عنه نوع. بتحطي وزن وبتكبسيه بتحطي تنكه زيت بسرعه كتنكب بتحطي جرة غاز اي اشي المهم بتحطي ثقل وبتعمليه زي هيك بضل اسبوعين او ثلاثة وبتضلك تحركي وتشيلي المي لحسن توصل شوفوا انا طبعا الكمية اللي كبستها كنت حاطة عليها ثقل وكبستها طبعا اكبر من هاي هلا بفرجيكم لانه في اشي جزء نشفته عملت المراحل عشان اشرح لكم عليها مرة واحدة طبعا ضليتني أصفي, اصفي 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 وتركت هدول لانهم بعاد تركتهم عشان تشوفوهم هياهم خلص ذقت حبه لقيته مستوي طلعت منه طلع منه والله مي كتير هاي ميته شايف عشان هيك ال... شفت الناس من المغرب العربي بح... بضبوه بميته يعني هاي المي بحطوه مرتبان وبضلوا يحركوا فيه يحركوا فيه بتطلع ميته بتعبي عليه وبيخللوه في ميته هلا هاد صار جاهز بس جاهز لشو جاهز لانه احنا نشتغل فيه هلا عشان انا ما اتخربط بأحجية الزيتون الاسود عن جد بدي اعتبرها احجية هلا عملنا اشي بالمي صح هلا هدول راح نكبسهم اول واحد بدي اكبس لكم اياه زي ما هو هذا اللي بسموه زيتون جرجير طبعا هذا بالزيتون الاسود الجرجير بدي اكبس كمية صغيرة بس عن جد انه هو زاكي كتير كتير بتخديه هو وملحه زي ما هو شايفين كيف مملح هو وملحه خلص هيك هو وملحه باخده وبحط عليه زيت وهذا كثير كتير, كتير زاكي اسمه هذا زيتون اسود جرجير كيف عملنا اخضر نعمل اسود ملحاته منه فيه وجاهز وحلو وبنفخ بالزيت ماشي هاي اول وحدة احفظوا اول وحدة هذا زيتون جرجير زيتون اسود جرجير هلا المرحلة الثانية اللي هي مرحلة خليني اطول اشي احط فيه ال خلينا ناخذ هاي الطنجرة بدنا نعمل المرحلة الثانية المرحلة الثانية اللي هي بدنا نغسله شو بدنا نغسله بشو بالمية السخنة بس ما بتغلي لدرجة تكون صامتة يعني تصمت ايدي ماشيين معي هلا بغسله لدرجة تصمت ايدي يعني مي هيك ما بتحملها بتكون سخنة هلا هيك بتركه لبين ما المي شو في ناس بيحكوا لك خمس دقائق عشر دقائق لا الدليل لبين ما تبرد كانت حماتي الله يرحمها تحكي بس تبرد عليها المي بنكبسها هلا بس تبرد عليها المي بتكون نفشة الحبة بتصير تنفش بتشرب مية بدل المية اللي فقدتها لأنها صارت متجعدة وعشان هيك بسموه عطون شايفين؟ هلا المية المية الزيتون بينفخ بتركه لبين ما تبرد تماما تماما المية عنه هلا بردت المي صح ونشفنا وصفنا صفيت انا جزء من هون وجزء عملت هاي العمليه هلا شو بدي احكي لكم بالنسبه لهاي هلا في نوعين من هاي بعد ما اصفيه بعد المي بعد المي كمان انا ممكن اكبسه بالمي او بكبسه بالمحلول اللي حكيت لكم عنه هون الخربطه ما تتخربطوا هلا بدي اكبسه بالمي لازم انشفه اذا بدي اكبسه بالزيت قصدي اذا بدي اكبسه بالزيت بعد ما ينفش بالمي لازم انشفه بطل فيه سوائل كل اشي يا جماعه احفظوا كل اشي بالزيت لازم انشفه انا من المي نشفته بعد ما غسلته طلعته نشفته بالشمس اليوم تركته عملته عشان ما اتغلب بالخطوات وارجع واطفي الكاميرا واروح واجي انا معاكم هاي خطوه كتير مهمه هلا يعني بعد ما انا انقعه بالمي حطيت زيتون جرجير حكيت لكم فورا بملحاته بكل اشي بالزيت ماشي اجيت القسم الثاني انا حطيته بالمي بس نفخ عملته نصه بالشمس لاني انا بدي بدي اكبسه هذا خليني اكبسه خليني اكبسه معاكم ناخذ مرتبان صغير هذا المرتبان الصغير بدي اخده نزل فيه زعتر وانا بحضر بالاغراض خليني اكبسه وتشوفوا هذا بكبسه كمان بالزيت بدي اشوف بتعرفوا بدي اذوقه اذا بده ملح ولا لا اممم زاكي هلا هيك ما بدي يمكن احط له شويه ملح ليش بدي احط له ملح لانه انا حطيته بالمي راحوا ملحاته انتبهوا للخطوات زيتون جرجير بملحاته هذا حطيناه بالمي المغليه وتركناه مش السخنه يا ربي وتركناه طبعا انا المرتبان عندي صغير بس عشان اعمل لكم عينات يعني الكميه اللي كبستها هلا هي الكميه اللي بتكفيني انا طبعا بدي اعتبره انه هذا يا دوب بده معلقه صغيره وبدي احكي لكم بلكي انتو جعبالكم مثلا شطه انا ما بحط على الاشياء غير بالصحن بس راح اعمل لكم زي ما بيعملوا بالمحلات بكونوا مزينين وبالشطة او بالزعتر بدك تحطي كمان زعتر حطي مدام في زيت حكيت حطوا حتى الاشياء ناشفة يعني يفضل الزعتر الاخضر الناشف مش الاخضر الطازة بدك تحطي فلفل مع انه انا ما بفضل هاي الاشياء بس انا بحكي لكم خيارات راح احط على وجهه ليمونه بدك تحطي على جناب ليمون هم بحطوه ب... يعني بدي احكي لكم هيك كلمة كلمة هيك فزلكة يلا ها واجري على الله بس انه هيك في ناس بيحكوا لك انه هو عشان ما يتعفن كمان الوجه وهو اصلا زكاوته لا ليمون ولا اي اشي هو زاكي لحاله وهي كبسنا هذا كبسناه بشو هذا كمان كبسناه بالزيت لازم نشفه بالشمس يا جماعة عن جد ها شايفين ما احلاه هاي الاحجية الثانية انحلت زيتون جرجير زيتون منشف منقوع بالمي وبعدين منشف لازم ننشفه عشان هو كله بالزيت هلا هذا الزيتون ايش ماله كمان هذا منفوخ كان شلته من المي ودهنته بالزيت بس عشان افرجيكم الخطوة تبعته دهنته بالزيت عشان ما يتغير لونه ما يصير له اشي ها طلع هلا هذا شو بدي اعمل حتى هذا المرتبان كتير كبير عليه يمكن هذا اصغر خليني احطه بهذا عشان يبين معي هاد بكبسه نفس طريقة آه هاي في مثل بحكوه ها هون هاي داني وهاي داني بالاخير كليتنا بنرجع لنفس الطريقة هم هلا هاد بالمي فانا ما بهمني هو مبلل مش مبلل هذا ما بهمني عرفتوا هذا ما مهم انا على فكره اليوم دهنته بالزيت وكنت اكل منه هاد شو اسمه هلا هاي خل رجعنا عملناه على طريقه كبس المي الكبس المي والخل والملح الطريقه الاولى هذا ما بهمني يكون مبلل ولا لا خلص غسلته بالماء جيت كبسته ماشي وهاي شطة شوي شو كمان حط نحط له قرن فلفل اذا بدكم لا ما هو الشطة نفسها الفلفل مش عارفة بايش ازين لكم اياه ما بده زينة هو مزين لحاله هو زاكي لحاله يعني يا الله شو زاكي انا باكله هو هيك يعني خلص دهنته بالزيت باكله المهم يا جماعة صار عنا ثلاث انواع من الزيتون الاسود زيتون مكبوس بالماء المحلول هذا اللي عملته زي اللي فرجتكم هي اول اشي هذا المكبوس بالماء اصلا اصلا مي وملح وكبسناه هيك وهذا كبسناه بالكيس ورجعنا بعد ما نفخناه بالمي رجعنا كبسناه بالملح والخل والزيت وزيتون جرجير وشو كمان ولا تنسوني يا جماعه جربوا كل الطرق، والله كلها زاكيه وكلها منيحه. ولا تنسوني باللايك والشير والاشتراك بالقناه وتفعيل زر الجرس وفولو على الانستجرام وشو كمان وحسابي على تيك توك وصار عندي صفحه على الفيسبوك وكل ليصلكم كل جديد يا حلوين يا حبايبي. وايش ما بدكم بتزينوا شطة فلفل ليمون زعتر كل النكهات اللي بتحبوها انا بحب احط بالصحن اذا بدي بعصر عليه ليمون بدير كمان عليه زيت هيك بحب اكلتي انا اذا بدي بضيف شطة هيك هذا زيتون جرجير هذا رائع رائع هذا زاكي كتير والله كله زاكي هذا حتى كله كله زاكي انا هاي مكبوساتي حكيت لكم بالمي اصلا مي وملح الكبيس والباقي هذا بالكيس اللي زي هيك من الكيس هاد طلعنا ثلاث مكبوسات مكبوس جرجير مكبوس آه بالزيت هذا اللي بدون بعد التنشيف وهذا بدون تنشيف رجعنا لنفس الطريقه اللي تبعت المي وصحتين وعافيه وكل سنه وانتم سالمين كبسنا اخضر وكبسنا اسود وباي باي